قبيل الفاتح ماي 2024 بساعات طمأن السيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني عمال مصنع النسيج ببسكرة أثناء زيارته لهذا المركب الهام، وأكد بأن الدولة تولي اهتمام خاص للمصنع وعماله، وعرج على شؤون قطاعه في لقاء صحفي أثناء زيارته الميدانية لمستثمرة خاصة بإنتاج اللحوم البيضاء. مركب النسيج اللي كما تعرفوا كان في حالة فيها 6 شهور يرتفع بفضل دعم الحكومة خاصة بهذا السيد رئيس الجمهورية، صبينا الأموال اللي لازم تخلي العمال تحصل على الرواتب بتاعهم تاع 5 شهور، وتخلي المركب يتبول بالمواد الأولية باش يكون فيه انطلاق تاع الإنتاج. والحمد لله راكم شفتوا فيه محاولات جيدة، ولكن مازال فيه بعض النقائص، وشفتوا عطينا لهم توجيهات باش يكون يعني في أقرب وقت إن شاء الله تكون نهضة في هذا المركب اللي هو مفخرة للولاية ومفخرة للاقتصاد الوطني. الزيارة اللي رانا نقوم بها حاليا في هذا المركب الضخم اللي هو كذلك مركب يستهل كل التشجيع من طرف، لأن رايح يوظف أكثر من 500 عامل في المنطقة، رايح يمول السوق المحلي والسوق الوطني بمواد الاستهلاك كما تعرفون في كل الميادين، وبالأخص رايح يوفر عملة صعبة لأن راح عنده كميات اللي راح تكون للتصدير. هذا الشيء يعني يخلينا متفائلين للولاية هذه اللي راهي إن شاء الله من قطب في ناحية راهي تكون قطب صناعي إن شاء الله بفضل الجميع. ونحيي السلطات المحلية على الوقوف مع كل المستثمرين ورفع العراقيل اللي كان متسبة في تأخير بعض المستثمرين. صار الفلاحي في ولاية بسكرة وفيه نهضة في القطاع الصناعي، إذا نريد نكون فيه قيمة إضافية في الفلاحة، أولا نخلق هنا يعني معهد للبذور، بذور متخصصة بالأخص للمناطق اللي فيها الحرارة وفيها شحة المياه. ثانيا باش يكون فيه تكامل ما بين قطاع الفلاحة والقطاع الصناعي، لازم يكون فيه مستثمرين، ونطلب من الجميع يعني إذا فيه مستثمرين كاين موارد فلاحية اللي تخسر تكون هي قاعدة اللي يعني بعض مصانع اللي فيها فايدة للمستثمر وفايدة للبلاد. همي الوحيد نوفر الأنسولين للمريض الجزائري باش ما يبقاش تحت رحمة الاستيراد. الاثنين هذو الأخيرة حرصنا للمستثمرين الموجودين واللي مالفين يستوردوا الأنسولين، أعطيناهم مهلة باش ينتجوا، الحمد لله منذ سنة راهم ينتجوا حاليا الأنسولين، كل أنواع الأنسولين اللي يحتاجها المريض الجزائري. وراكم شفتوا أول دفعة لأول مرة الجزائر اللي كانت مستوردة الأنسولين صدرت الأنسولين وكميات يعني كميات معتبرة، واستعرفوا باللي الجودة تاع الأنسولين مصنوعة في الجزائر لا تعوض، لهذا يعني كان فيه نجاح كبير إن شاء الله، وهذه في فائدة البلد وفي فائدة المريض الجزائري. إشادة الوزير لما وصل إليه القطاع بالولاية خلف آثارا إيجابية لدى السلطات والعمال والمستثمرين. زيارة الوزير سمحتنا أن وشجعتنا أننا نزيد إنتاج ونخمو باش نديرو مشاريع أخرى ونطلقوا في إنتاج تاع المشروع هذا في أقرب وقت. نتمنى إن شاء الله منا لآخر سنة المشروع يدخل بكل طاقته. وقد دامت الزيارة يومين، شملت عدة مؤسسات منتجة وأخرى قيد الاستغلال بعدة بلديات، مشددا فيها على الكفاءات الجامعية لتحسين الإنتاج الصناعي والفلاحي.